طيب فأذان اللي بدنا نعنه اليوم بعد ما اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا التي شكلها دولة رئيس الحكومة، وبعد اجتماع اللجنة المختصة لمكافحة هو الانفكتشوز ديزيز لمكافحة العدوى، وبعد تبيان نتيجة فحص البي سي آر للمريضة التي عزلت البارحة من على مطن الطائرة القادمة من مدينة قم الإيرانية، وتثبت لنا منذ حوالي ساعة في ظهيرة هذا اليوم إيجابية الفحص لهذه المريضة البالغة من العمر 45 عاماً، ولكن هي بصحة جيدة وليس هناك أي من حالات أخرى مثبتة حتى تاريخي. هناك إضافة إلى تلك السيدة حالتين suspected case مشتبه بهما، ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة. بدي أقول إنه كل الإجراءات اللي عم تقوم فيها وزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع كل المرجعيات المختصة باللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا هي كافية، وأثبتت أن الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي هي إجراءات جادة ومتابعة حسية لكل الوافدين القادمين. سابقاً كنا حاصرين بالفار إيست من الصين، ولكن الآن وبعد انتشار الوباء في أكثر من دولة بالعالم، يعني نصيبنا مثل كثير من الدول، سجلت أول حالة اليوم في لبنان. أنا بدي أتوجه بإشارتين ثلاثة لمجتمعنا ولأهلنا. واحد، إنه حالة الهلع المفرطة بالتعبير هي غير ضرورية في هذا الوقت. مثل ما قلت إنه الحالة المشخصة هي بصحة جيدة ولا تعاني من تداعيات خطرة أو ما إلى ذلك. اثنين، كل الحالات التي نتابعها في إقامتها في منازلهم في مكان حجرهم هي متابعة أيضا وبحيثية وديناميكية مع فريق العمل الوزاري، إضافة إلى الجمعيات الأهلية المتعاونة. وهنا أشدد على دور مؤسسات المجتمع المدني من صليب أحمر ودفاع مدني وهيئات صحية ومدنية وكشفية للمؤازرة كما في كل الدول الراقية. ثالثاً، سنعود بالتاريخ إلى حوالي 10 أيام لرصد وتتبع كل الوافدين الرعاية اللبنانيين وغيرهم، المواطنين اللبنانيين وغيرهم من الرعاية الوافدين إلى لبنان لمتابعة أوضاعهم والتأكد من خلو إصابتهم من فيروس كورونا المستجد. أخيراً، أشكر منظمة الصحة العالمية دكتورة إيمان على التعاون، ولجنة مكافحة العدوى، وكل فريق العمل الوزاري الذي حقيقة بذل كل جهد بمعرفة وثقافة طبية وعلمية يشهد لها كل القيمون. وأكيد شكرنا كمان لمدير مستشفى بيروت رفيق الحريري الجامعي اللي اعتمدناه كمركز للحجر على القادمين من إيران ومن غير دول سجلت فيها إصابات. إذن لا حجر في المستشفى إلا أو حجز عفوا isolated case isolation إلا للحالات التي تعاني من أعراض طبية.
أما المقيمون في منازلهم هي متابعة ديناميكية يومية صباحاً ومساءً لمتابعة هذه العوارض، وقد يكون هنالك العديد من حالات الجريب الفلو العادي الإنفلونزا، لذا لا داعي للهلع الإضافي. شكراً لك. اللي كانوا مع هذه المصابه بفيروس كورونا غير الطياره، هل هذا الموضوع كمان ممكن ينتشر هذا الفيروس اكثر؟ هل اخذين هذه الاشتراكات من الاهل الذين وتشفى عليهم جميعا؟ نعم. بدي اكد، واللي كانوا على متن الطائره امبارحه المواطنين اللبنانيين بيعرفوا انه الفريق المختص طلع على متن الطائره مجرد ما اجتنا اتصالات من مكان الإقلاع، كان فريق الوزاري جاهز، طلع على متن الطائرة وكشف على كافة المسافرين، وحينما تبين أن هذه الحالة تعاني من عوارض تم مباشرة إلى عزلها عبر الصليب الأحمر الدولي إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي. معالي الوزير، بس سؤال أول، كيف رح يتم معالجة هذه الحالة الموجودة بهذه الأثناء بمستشفى رفيق الحريري؟ هذا السؤال الأول. كنت عم تقول في حالتين يشتبه أنه يكونوا أيضا مصابين بالكورونا، هل هن موجودين بالبيت أو أيضا عم بتم يعني وضعوا بالغرف الأربعة اللي فيهم نيجاتيف بريشر؟ بعد سؤال، كنت عم تقول رح يكون في متابعة بقلب المنزل للأشخاص اللي كانوا على متن الطائرة، ولكن هذا الفيروس اللي هو يقلق العالم اليوم بينتقل بشكل كتير سريع، يعني فيكونوا هلأ حاملين هيدا الفيروس ولكن عوارض بعد ما تبينت، وبأي تحرك أو عطسة أو أي شيء ينتقل لشخص تاني، يعني ما يكون يمكن ضمن العائلة الواحدة أو الأقارب، ويعني يكون في خطر أكبر يوم نحن عم نواجهه. كيف رح يتم التعامل مع هيدا هالأمر يعني معي؟ اولا مثل ما كنا بنعرف العلاج هو علاج وقائي، علاج انتي فايرال تريتمنت لهلا ما عندنا، ولا مش عندنا ولا بالعالم، العلاج هو علاج وقائي. اثنين، هو الحالتين بعتقد ما بعدهم بمنزلهم، وهناك متابعه حسيسه من صباح اليوم حتى من البارحه، هناك متابعه حسيسه لوضعهم الصحي. بيتم نقلهم على النيجاتيف بريشر، بنجيبهم. اوكي، فاذا عم بيتم نقلهم مثل ما عم بيفيدونا الزملاء، عم بيتم نقلهم بهالوقت من منزلهم الى الحجر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. ثالثا، نحن حقيقه نتواصل مع كافه المسافرين اللي كانوا امبارحه على متن الطائره، عندنا كل المعطيات، نحن عم نتواصل معهم، واي تطور بيصير على هذا الصعيد بنبني على شيء مقتضاه. بدي بس شدد على تعليمات وزارة الصحة العامة وبشكل مبسط، رجاءً إلى كل المواطنين أن نلتزم بالتعليمات التالية: 1. عدم الاختلاط مع المصابين بالأمراض التنفسية المتواجدين في الحجر المنزلي، يعني نتمنى على الجيران يتركوهم ببيتهم، ما في داعي هلأ لزيارة لا تهنئة ولا معايدة ولا غيره. 2. الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين المتكرر واتباع أداب السعال، يعني بدنا نعطس بدنا ننتبه مش نعطس حتى هذا الفيروس بينتقل بالتنفس مثل ما تفضلتي، باللعاب، بالتنفس، بالهواء، على الكونتاكت المباشر يكون كلوزد. 3. طلب من كافة الوافدين خلال الأسبوعين الفائتين من إيران إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوم أو 14 يوم بإتمام من انطلاقهم من إيران، يعني اللي جاي من 14 يوم ولهلأ ما لي عوارض هو مبدئياً هو مريض منه حامل للفيروس، أما اللي جاي من أسبوع عليه أن يلتزم الحجر المنزلي تلقائياً حتى نهاية 14 يوم، يعني لازم أسبوع مرقه، لازم ينطر حاله أسبوع إضافي بالمنزل. 4. فإذن لمدة 14 يوم منذ وصولهم. وعن 4 الاتصال بالرقم التالي 76. هلا نحن لازم بالبيان الإعلامي نعمم ونرجع على الرقم 76 592 699. معالي الوزير، 76
592-6-99 عند ظهور أي عوارض مرضية. يعني ما بدنا اللي عنده عوارض أو ما عنده عوارض يباشروا للاتصال. اللي عنده عوارض نحن نتلقى الاتصال، فريق الوزاري يتدخل، يتم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بواسطة الصليب الأحمر أو الدفاع المدني أو الهيئات المدنية الأخرى. فإذن بتمنى الالتزام والتشدد بتطبيق هذه التعاليم والتدابير لكي نحول دون انتشار الفيروس، مع الإشارة هي مطمنة، ولكن خلينا نرجع نذكر دكتورة إيمان إنه هو مزبوط سبريدينج كتير قوي، ولكن الفاتاليتي ريت كتير واطي. يعني الفيروس حتى تاريخه بالعالم نسبة الوفيات هي 2.3%. مزبوط انتشاره سريع، ولكن بأثاره أو تأثيره على حياة الناس المصابين لا يتجاوز 2.5%. معالي الوزير، هل تكون كوزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية أو حتى الطيران البدني لتوقف تحديثها لكل البلاد فيها سجلت فيها حالة كورونا؟ أنا بدي، لأنه موضوع حساس شوي، نحن اللجنة عم نتابع الأحداث أول بأول، وعليه لن نتخذ أي إجراء بوقف الرحلات ذهاباً وإياباً إلا بعد التشاور مع دولة رئيس الحكومة ومع اللجنة الوطنية المكلفة. هذا التدبير بعتقد سابق لأوانه، وقد يكون له تداعيات هلعية أو احترازية أكثر. هذا الموضوع نتابعه ونبني على الشيء مقتضاه حسب المعطيات من المرضى أو المعطيات اللوجستية اللي عم تتسجل من البلدان اللي عم بيجي منها المسافرين أو المواطنين اللبنانيين. لا سمح الله، في حال انتشر المرض هل يمكن للبلدان العربية تجنبه لهذا المرض؟ وقديش عدد الغرض بحاجة الصحة في لبنان؟ هل فقط في مستشفى رفيق الحريري ولا مستشفيات أخرى؟ بس بدنا بعد إذنكم بدي أرجع عزبك بالسؤال، بس بدي تعليق دكتورة إيمان المسؤولة منظمة الصحة العالمية للجواب على هذا السؤال بخصوص الطيران. حضرتك لأنك سألتني، أنا بقول لك إنه منظمة الصحة العالمية كإجراء احترازي ما عندها أي recommendation for closure of borders. يعني this is well known. بعدين بيصير كل دولة بتشتغل يعني كيف هم بحب يرتقوا يعني وضعهم هم، بس كمنظمة الصحة العالمية إحنا ما عندنا أي recommendation بإغلاق borders. شكرا. تفضل. في حال انتشر هذا المرض لا سمح الله في لبنان، قديش مقدرة لبنان على تطبيق هذا المرض؟ وقديش عدد غرف الحجر الصحي؟ وشو الخطوات اللي هلا رح تتخذ خطوة في حال تطور الأمر بلبنان؟ صوتك عم بيرجف، ما تفزعي، ما في شيء. نعم. فإذن اللي بيساعد على الحد من انتشار المرض هو وعينا، هو وعي الإعلام. أنتوا اليوم وسائل الإعلام المحلية والدولية الشريك الأساس بتثقيف المجتمع ورفع مستوى الوعي عنده لحتى يواكب وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاتباع المنشورات والتدابير المرعية الإجراء. أما قدرة لبنان، نحن بتعليمات من دولة رئيس الحكومة وكل الزملاء الوزراء، وكمان نسأنا أكيد الموضوع اليوم لأنه كان معالي وزير الأشغال العامة صباحا بالمطار مع معالي وزير الداخلية، وأكدوا أنه ما كان في عنا حالات هاي صباحا، ولكن هاي ظهرا ظهرت الحالة، وبالتالي حتى نسقنا معهم بالنسبة لهذا الموضوع السفر أو منع السفر أو غيرهم. فبدي أقول أنه عم تتابع الأمور أول بأول. قدرة لبنان كل اهتمام الحكومة اللبنانية وجميع الوزراء ذات الصلة هو بغاية التعاون والإيجابية للحقول بحصر الحالات وعدم العمل على عدم تفشي هذا الوباء في مناطقنا جميعا. هل في ميزانيه معي وزير السؤال بالنسبه للمطار، هل يتم عم تاخذوا اجراءات اضافيه حاليا بعد اصابه
تسجيل إصابة بالكورونا، يعني هل قد اختلف هذه الإجراءات؟ والسؤال سألته فميل بفكر ما قام الجمع عليه بشكل واضح بالنسبة له، وين في غير مستشعر الفكرة الحالية؟ هل حد سيده أكثر طيب. الإجراءات بمطار رفيق الحريري الدولي هي الإجراءات المتخذة منذ البداية، ولكن سنزيد عديد فريق العمل وسنواكب كل الرحلات القادمة الوافدة إلى لبنان. واحد. اثنين، نحن بالتعاون مع دكتور فراس اتفقنا على إخلاء قسم كامل، ويمكن إلى قسم تاني إخلاء قسم تاني بالمستشفى أو إلى سادس حسب الحاجة، وهناك خلية أزمة خليني نسميها أنشئت لهذا الغرض، نتتبع أوضاع بعض المستشفيات الحكومية كمان لإخلاء بعض الأقسام فيها تحسبا لأي طارئ. الأول بلبنان ما في خبرة عدد المسجز اللي عم توصلنا لحتى نقدر نكون عم نساعد كإعلان بنقل المعطيات للمواطنين. أول سؤال، هل في لزوم لإعلان حالة طوارئ اليوم؟ أولا. ثانيا، هل رح يكون في إجراءات تعقيم أو تشدد بالمدارس؟ وثالثا، يعني إشارة إلى أنه الهاشتاج نشط، عدد كبير من المسافرين اللي أتوا إلى لبنان عم بيحملوا وزارة الصحة المسؤولية بالتقصير نوعا ما، علما أنه أنا عم بحكي باسم الأشخاص اللي عم يكتبوا على تويتر، عم بيقولوا أنه ما شافوا أحد من المراقبين واقف على السكانرز على الترموسكانرز ناطر المسافرين القادمين إلى لبنان ليفحص حرارتهم، عم بيقولوا أنه ما كان في متابعة، كانت يمكن التركز على دول الشرق الأقصى، علما أنه الحالات هي منتشرة في بلدان العالم وليس فقط في الشرق الأقصى، يعني كان في لزوم أنه يكون في متابعة للأشخاص الجايين من مختلف البلدان مش فقط من هذه المناطق. بليز رتب. أول شيء فاتني كمان أنفي الشائعات، فاتني أنه أنفي الشائعات اللي تحدثت عن نقل جثتين على متن الطائرة البارحة. هذا كلام أبدا عاري عن الصحة جملة وتفصيلا. أما بالنسبة لسؤالك، أول سؤال اللي كنا نحن عم نعمله بالمطار بالمراقبة فعلا على الرحلات القادمة من الصين، هي تعليمات منظمة الصحة العالمية اللي هي مرجعية المعطيات عندهم، هل هذه الدولة فيها وباء أو لا. إذا isolated case نحن ما كان مضطرين ناخذ أي إجراء إضافي، فإذا كنا عم نتبع الحالات اللي عم يجوا أو الطيران الوافدين المواطنين اللبنانيين والرعاية الوافدين من مناطق الصين والفار إيست. اثنين، المدارس وغيرها من المراكز الاجتماعية، برجع بأكد على وعي المجتمع، هذا على مجتمعنا على أهلنا أنه يتخذوا كافة التدابير الحائلة للوقاية من الإصابة، مثل ما بنحتمي من الجريب لازم نحتمي من الكورونا فيروس. ثلاثة، ليس هناك حتى الآن أي داعي لإعلان حالة الطوارئ، نحن عم نعمل بالإجراءات بعدنا ملحقين، هي كافية ووافية والمتابعة ضرورية، وكل شيء في حينه يتخذ القرار الصائب بناء على المعطيات الحسية اللي متوفرة. بدي أشير كمان نقطة مهمة جدا، أنه تم تشخيص الحالة في أقل من 12 ساعة مخبريا، وهذا شيء كتير مهم لأنه حدا شكك. نحن مع الـ WHO اللي أمنولنا البرايمرز للـ PCR شخص مباشرة، بس حسينا أنه في عوارض انأخذت العينة وبأقل من 12 ساعة أنجز الفحص وتبينت نتيجته الإيجابية، وهذا كمان تنويه لفريق العمل اللي عم بيتابع يناقض ما يتناقله بعض الإعلاميون أو بعض الناشطون على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، يعطيكم العافية.